السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله الجميع بخير. اليوم جايب لكم اداه ايفونت او اي في او تول، شلون طريقه تفعيلها. طبعا الاداه مجانيه، تدعم الكثير من الاجهزه من ضمنها الاونر. شوف اجهزه الاونر، الفاست بوت عندك، وعندك هاي الاجهزه كلها مدعومه مثل ما نشوفها امامنا، تدعم أغلب أجهزة أونر. طبعاً راح تغنيك عن كثير من الأدوات. كذلك الأداة تدعم التست بوينت، البعض الأجهزة اللي تعمل عن طريق التست بوينت، هاي أجهزة هواوي بالفاست بوت مثل ما نشوف، هاي الأجهزة كلها مدعومة. مثل ما نشوف التست مود، العفو التست بوينت، مباشرة تضغط هنا راح ينطيك الجهاز، هاي نقطة التست بوينت. وبالإضافة إلى أنه الأداة تدعم الكثير من اللغات، عندك اللغة العربية منها، إذا أنت هاي هنا طبعا يقول لك بالتست بوينت، شارح لك هنا، طفي الجهاز وتضغط على التست بوينت. إذا ما تعرف أنت ضعيف بالإنجليزية، تقدر تنسخها وتترجم، أو من هنا تغير اللغة. هاي اللغات الإنجليزية، البرتغالي، يدعم العديد من اللغات، فارسي، اختار العربية مثل ما نشوف. طبعا لازم تطلع وتدخل، هاي يكتبها لك كذلك بالعربية. هسه أراويكم إياها، هنرجعها للغة الإنجليزية. فقلنا هاي الأجهزة كلها اللي يدعمها بيمن بالهواوي، هاي أجهزة الهواوي كلها. بعد عندك انفينكس، شوف الأجهزة المدعومة بالانفينكس، هاي الأجهزة كلها مدعومة، أجهزة الانفينكس. لينوفو، طبعا لينوفو جهاز نادر، يمكن ما عدنا احنا بالعراق، ما نستخدمه بكثرة، والموتريلا والنوكيا، شوف هاي أجهزة النوكيا، هم بقلة موجود عدنا. الوان بلاس، هاي أجهزة الوان بلاس. الأوبو، طبعا الأوبو يدعم الكثير من الأجهزة، الأداة تدعم الكثير من أجهزة أوبو مثل ما نشوف، أغلب أجهزة أوبو مدعومة. الريلمي، هاي أجهزة الريلمي كذلك، أغلب أجهزة الريلمي. راح تغنيك الأداة عن كثير من الأدوات، مثل ما ذكرت الأداة راح أعلمكم شلون تفعلوها مجاني. سامسونج، تغطي بعض الأجهزة من أجهزة سامسونج، عدد لا بأس به مثل ما نشوف، الـ A14، A21، 22، 31، الـ M01، اكو سألوني عنه، M02، هاي الأجهزة كلها مدعومة. بعد عندك الفيفو، عندنا بالعراق هذا الجهاز، يعني باقي الأجهزة الشاومي، أجهزة الشاومي، هاي أجهزة الشاومي مدعومة. فمثل ما قلت لكم الأداة تدعم العديد من الأجهزة. مباشرة أي جهاز هنا أنا مباشرة نعطيك شلون التعليمات مالته. كذلك عندك هنا تدعم الميديا تك، هاي معالجات الميديا تك، هاي الأجهزة المدعومة. هنا عندك الـ MT Tool أو عن طريق الـ ADB Tool، كذلك مباشرة على الأوتو، ما عندك أي خيارات بيها، يعطيك إذا توقف عليها ينطيك تعليمات information هنا على الجهاز. هنا سامسونج يقول لك enable خيارات المطورين، تفعل خيارات المطورين. USB debug، هنا عندك تقدر تحولها مثل ما قلت لكم للغة العربية، توقف عليها وراح يعلمك تعليمات كاملة. تمام، فشلون فعلت الأداة؟
التدقيق عندك عن طريق السيرفر كذلك، ترجع الإنجليزي عن طريق الآيمي، راح تفتح الجهاز تتصل عن طريق السيرفر، تمام. وهنا الشروحات، وهنا الكوميونتي مالتهم المجتمع. راح أطلع من الأداة، أكتب EVO Tool، هذا الموقع مال الأداة، راح يفتح عندي بهاي الصورة. مباشرة أجي على Sign Up، سجل بالأداة. هنا نطلب من عندي إيميل، صف الإيميل، ألصقه. طبعا هي 15 يوم راح ينطيك إياها الأكاونت مجاني. دز على الإيميل، روح للإيميل، دز كود على الإيميل مالتي، كود تحقق، هذا الكود. طيب كنترول سي نسخ، كنترول في لصق، انتر. هنا نتكمل اي اسم، اكواد، باسورد، تخلي لك اي باسورد، حط وياه رمز تصير كلمة المرور قوية، اكد الباسورد. هنا رقم هاتف، خلي اي رقم. خلي هذا الرقم، ثم ما نشوف، راح أكمل تسجيل. هنا ننطي سيف الأكاونت، أقول له جو لوجن، راح يوجهني للأداة. حاليا سجل دخول، لأن أنا حفظت كلمة المرور والاسم. أضغط على الداشبورد، راح تفتح عندي الأداة بهاي الصورة. مثل ما قلت لكم الأداة تفتح مباشرة بالموقع، تقدر من هنا هاي اللغة تختار اللغة اللي تناسبك. نشوف الهواوي، هاي قلت لكم اللغة بالعربي، يقول لك نصائح التشغيل، يتطلب النموذج المحدد حاليا نقطة اختبار قصيرة، قم بتوصيل، قم بإيقاف تشغيل الهاتف. زين، فهاي هنا نقطة الاختبار تضغط عليها، هاي التعليمات بالعربي، وانت اي لغة، ما اي لغة من اي بلد تختار اللغة مالتك. حاليا الاداة كملناها، سجلت بيها، تجي وين؟ تجي على التوتوريالز، على الشرح، داونلود، راح نحمل الاداة. تحمل الاداة، ست، توافق، تنطي اكسبت، راح تنزل عندك الأداة. نزلت الأداة، دبل كليك، نصب الأداة. هلا احذفها، طبعا انا كون منصبها راح احذفها. شنو اسمها قلنا؟ EVO، هاي الأداة احذفها. يس، تمام، انحذفت الأداة. حاليا ننصبها، مباشرة راح يحمل الأداة عندك. أداة جدا خفيفة،
حاليا بدأ التنصيب بعد ما حمل الأداة. طبعا بهذا الفيديو شرحت الشرح بالتفصيل، لأن الأغلبية من المتابعين يكتب يقول أريد طريقة تثبيت الأداة، فالبعض ما يعرف طريقة تثبيت الأداة. أنت إذا تعرف تقدر تتخطى هاي الخطوات. مثل ما نشوف منطيني 15، يا أما السجل، أنا سجلت كملت، أضغط عليه اليوزر هنا على هاي العلامة حتى أدخل اليوزر مالتي، كلمة المرور. أضغط على ريمبر، كذلك أضغط هنا اللساينس، أضغط على لوجن. بعدها يقول أنت مسجل بهذا الاسم باسم ثاني، تمام؟ عرفني أنا مسجل الأداة باسم ثاني، راح أدخل هذا الاسم، تمام، الاسم اللي سابق، أضغط على لوجن، راح أسجل دخول. فأنت شنو اللي تسوي؟ اللي تسوي تبدل الماك مالتك، ماك الجهاز، فقط بس تبدله، ترجع تثبت الأداة مرة ثانية. تقدر تشغلها 15 يوم مجاني. طبعا اشتراكها $66 فقط. خلينا نتأكد من عنده هذا البرايس، $24 ثلاثة اشهر يعني ببلاش، $66 شهر كامل، 12 شهر. تمام، هاي سعر اشتراك الأداة. فجربوا الأداة واكتبوا لي رأيكم بها بالتعليقات، وإذا تحبون بعد أشرح لكم مزيد من الأدوات المدفوعة أو المجانية كتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، خلي الجميع يستفيد. أتمنى لكم يوم سعيد، تحياتي.